إن دعوة دعوة نحن حولنا فهي منصورة. أبشر أبشر. قال البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد في صحيحه: باب لا يعذب بعذاب الله. وساق بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. ثم ذكر البخاري رحمه الله بإسناده فبلغ ابن عباس فقال: لما حرق علي رضي الله عنه قوما فقال ابن عباس: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. لا تعذبوا بعذاب الله، لا يعذب بالنار إلا الله. هكذا بت البخاري الحكم في المسألة: باب لا يعذب بعذاب الله، لأن دليلها عنده واضح ومحله إذا لم يتعين التحريق طريقاً إلى الغلبة على الكفار حال الحرب. فما يحدث من حرق الحصون وما أشبه، أما أن يؤخذ رجل ولو كان محارباً ثم يحرق، يحرق أمام الدنيا كلها، فإن هذا في دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تذبح الشاة وأختها تنظر إليها، أفيحرق مسلم ويرى تحريقه أبواه وزوجه وأبناؤه وأهله وعشيرته وأعداء دين محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقال إن هذا من فعل الدولة الإسلامية؟ إن الدولة التي تقوم على التحرير هي الدولة المجوسية، أولئك لهم عرش النار. وما كان من تحريق إبراهيم فإنما كان بمشورة رجل من أعراب الفرس كما قال ابن عباس، وهم الأكراد، فهو الذي أشار بذلك على من أمر بتحريق إبراهيم الخليل. أما دين محمد صلى الله عليه وسلم فشيء آخر. قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا، زاد الترمذي عن قتيبة بهذا الإسناد، رجلين من قريش، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيها، ثم أمرهم: إن وجدتم فلانا على الإفراد فأحرقوه بالنار. هذا هو حبار بن الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسر أبو العاص ابن الربيع وهو زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق على أن يرسل إليه زينب رضي الله تعالى عنها، ففعل ووفى. فجاء هبار بن الأسود وآخر أبهم ولم يسم، فنخس البعير وكانت حاملا فأسقطت ومرضت رضي الله تعالى عنه، فقال: هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعث سرية فقال: إن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم أشعلوا فيه النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: نبي الرحمة، إني لا أستحيي من الله، لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله.
وقد أسلم حباط وهاجر إلى النبي المختار ودخل في دين الله جل وعلا. وقد قال المحلم: ليس هذا النهي على سبيل التحريم بل على سبيل التواضع. قال: ويدل على جواز التحريق فعل بعض الصحابة. وقد مر اعتراض ابن عباس على علي وقال: أما إني لو كنت مكانه ما حرقتهم، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها إلا الله. قال ابن المنير: لا حجة فيما ذكر للجواز. قصة العرنيين كانت قصاصاً أو منسوخاً، تجويز الصحابي أي للتحريق معارض بمنع صحابي آخر. قصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقاً للظفر بالعدو. ومنهم من قيده أي تحريق الحصون بألا يكون معهم نساء ولا صبيان. وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم، يحرم ولا يجوز. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. يقول أعني ابن المنير، قال: ظاهر النهي فيه التحريم، وهو الذي اعتمده البخاري رحمه الله تعالى لوضوح الدليل عنده. قال: وهو نسخ لأمره المتقدم سواء كان بوحي إليه أو باجتهاد منه، وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه. وفي الحديث جواز الحكم بالشيء اجتهادا ثم الرجوع عنه، واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الإلباس، وأن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمن يستحقها، وفيه كراهة قتل مثل البرغوث بالنار، وفيه نسخ السنة بالسنة وهو اتفاق، وفيه مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بيته إلى آخر ما فيه. وأما حديث علي رضي الله عنه أنه أحرق المرتدين، أتي علي بزنادقة فأحرقهم، وعند أحمد أن عليا أتي بقوم من هؤلاء الزنادقة ومعهم كتب فأمر بنار فأججت ثم أحرقهم وكتبهم. وعند ابن أبي شيبة كان ناس يعبدون الأصنام في السر ويأخذون العطاء فأتي بهم علي فأضعهم في السجن، واستشار الناس فقالوا: اقتلهم. فقال: لا، بل أصنع بهم كما صنع بأبينا إبراهيم. فحرقهم بالنار. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو كنت ما فعلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. قال الحافظ: هذا أصرح في النهي من الذي قبله. وزاد أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن أيوب في آخره: فبلغ ذلك عليا فقال: ويح ابن عباس، وهو مشعر بأنه لو سمع هذا قبل ما حرقهم. أيها المسلمون، إن دينكم يعتدي عليه ليستأصل شافته وشافتكم، وهيهات يعتدي عليه أقوام من أهل القبلة، هؤلاء الخوارج شر الخلق والخليقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو أنفق أهل الأرض من أعداء الإسلام والمسلمين، لو أنفقوا ملء الأرض ذهبا ما شوهوه كما يشوهه أبناؤه
والمنتمين إليه والمدعين النسبة إليه لو أنفقوا والله ما بلغوا منه شيئا ولا أمكن الله تعالى منهم. وأما الذين يقولون لا إله إلا الله لا حكم إلا لله الخوارج، قال ابن كثير: هذا الصنف من الناس أعجب خلق الله، وهو كذلك. ألا ترى هؤلاء الخونة لدين الله، لرسول الله، لكتاب الله؟ هؤلاء يخونون الله، يحاربون دينه باسمه، باسم كتابه، باسم رسوله، ويدعون أنهم مصلحون، أنهم مصلحون في الأرض وهم المفسدون. أسأل الله أن يطهر الأرض منهم، إنه على كل شيء قدير.